فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سفينة تشق أمواج التحديات وتطلق شراعها صوب آفاق أرض الكنانة، لتهدي لآلئ الحياة الكريمة لشعب يستحق. ولقد ألقى فخامة الرئيس على البحيرة من مبادرته الغراء عباءة تزين قراها ومراكزها، فإذا هي مشرقة للناظرين. وإذا بزيارة دولة السيد رئيس الوزراء اليوم، والتي جاءت استعراضاً لمشروعات الدولة القومية على أرض المحافظة، فضلاً عن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمثابة كشاف يلقي الضوء وقلم أمين يرصد ويتابع. كلمة السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الحضور الكريم، مرحبا بسيادتكم على أرض البحيرة التي تشرف بزيارتكم الكريمة اليوم، والتي تعكس اهتمام ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المحافظة، التي شهدت في عهد فخامته من المشروعات القومية ما نعجز عن حصره، وأهداها من مبادرته الإنسانية البليغة حياة كريمة ما غير وجه الحياة بقراها ومراكزها المختلفة، حيث بلغ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية، بإجمالي 3967 قرية وتابع، وذلك بنسبة 50% من المحافظة. كما تغطي هذه المشروعات خدمات 50% من تعداد مواطني المحافظة. ولقد بلغ عدد المشروعات 8868 مشروع في 20 قطاع من القطاعات المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، هذا بالإضافة إلى مشروعات قومية في الفترة من 2018 وحتى الآن بلغ عددها 4326 مشروعاً، وذلك بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه. تم الانتهاء من 3635 مشروع، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 60%، وجاري العمل ب 691 مشروع بتكلفة إجمالية 31.5 مليار جنيه بنسبة 40%، وذلك بالقطاعات المختلفة، فضلاً عن مشروعات حياة كريمة التي تكلف تنفيذها 44 مليار جنيه. واسمح لي سيادتكم أن أعرض أهم المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة. تم إنشاء 4325 مشروع قومي بمحافظة البحيرة بتكلفة 80.5 مليار جنيه. مشروعات تم الانتهاء منها 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة مئوية 61%. مشروعات جاري العمل بها 691 مشروع بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه بنسبة 39%. مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 157 مشروع بتكلفة إجمالية 13.1 مليار جنيه. إجمالي المشروعات المنفذة 77 مشروع بتكلفة 5.4 مليار جنيه. إجمالي المشروعات الجارية 80 مشروع بتكلفة 7.7 مليار جنيه. في مجال الصرف الصحي تم تنفيذ 54 مشروع، المشروعات الجارية 73 مشروع التكلفة 9.5 مليار جنيه. في قطاع مياه الشرب إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها 23 مشروع
إجمالي المشروعات الجارية 7 مشروع بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه. دي صور لبعض المشروعات اللي تمت في محافظة البحيرة، محطة مياه المحمودية، توسعات محطة صرف إدكو، محطة صرف صحي النجيلة بكوم حمادة، محطة مياه المجد بالرحمنية، محطة راس كاويتش بكفر الدوار، مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي حمد منيسي ورودة المغازي، محطة مياه عقد 4 بكفر الدوار. سيادتك شرفت بزيارة سيادتك في زيارتك الأخيرة. صرف صحي المعدية، مشروعات بقطاع الطرق والكباري، تم تنفيذ 57 مشروع بإجمالي 12.7 مليار جنيه تكلفة. مشروعات تم الانتهاء منها في مجال الطرق 25 طريق بطول 270 كيلومتر بتكلفة 700 مليون جنيه، 4 كوبري بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه. مشروعات جاري العمل بها 11 طريق بطول 115 كيلومتر بتكلفة 3.5 مليار، 16 كوبري جاري العمل بهم بتكلفة 4.3 مليار، بالإضافة لي 3 مشروعات كبرى بتتم داخل المحافظة: المحور الرابط، القطار السريع، محور المحمودية. ده فندم أحد الصور لبعض الإنجازات في هذا المجال. ده كوبري مشاة إيتي البارود اللي سيادتك أمرت بإن إحنا نعمل كوبري مكانه، لأن طبعًا كان في تزاحم جدًا عليه والمنظر كان زي ما سيادتك كده شايفه. مشروع إنشاء كوبري الشهيد رامي حسنين بإيتي البارود اللي هو بدير الكوبري اللي ظهر قدام سيادتك في الصورة. ده منظر الكوبري بعد الانتهاء يا فندم، وده منظر الكوبري برضو بتصور تاني، ولكن هو في النهاية حل مشكلة المنطقة بالكامل وأزمتها. كوبري دمنهور العلوي، افتتاح كوبري المشاة أعلى الطريق الزراعي بقرية زهرة بكفر الدوار، رفع كفاءة طريق القاهرة اسكندرية الصحراء الزراعي وإلغاء التقاطع مع مدخل كوم إشو وكينج عثمان بكفر الدوار، كوبري معمل الإزاز بكفر الدوار وده جاري العمل بيه، كوبري الحويحي، كوبري دسونس أم دينار العلوي، كوبري ومحطة سكة حديد دمنهور وتم افتتاحها افتتاح رئاسي، كوبري ومحطة سكة حديد دمنهور ده برضو منظور تاني، قطاع الطرق والكباري مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، رفع كفاءة طريق إدكو دمنهور من مدخل مدينة إدكو حتى كوبري عاشور بطول 27 كيلومتر، توسيع ورفع كفاءة الطريق الزراعي أمام منطقة دنشاد، أعمال تطوير دوران أبو حمص بالطريق الزراعي، رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، رفع كفاءة الطريق الصحراوي. مشروعات في قطاع الري، تم عمل 338 مشروع بتكلفة إجمالية 4.8 مليار جنيه. مشروعات بقطاع الري تم تنفيذ 150 مشروع، مشروعات تم الانتهاء منها 113 بتكلفة 2.3 مليار جنيه، مشروعات جاري العمل بها 37 مشروع بتكلفة 281 مليون جنيه. المشروعات تبطين الترع بطول 780 كيلومتر لعدد 188 ترعة بتكلفة 2.7 مليار.
مشروعات تم الانتهاء منها في التبطين بطول 462 كيلومتر، تم الانتهاء من إنشاء 30 ترعة بتكلفة 1.4 مليار جنيه. مشروعات جاري العمل بها 158 مشروع بطول 218 318 بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه. أهم مشروعات قطاع الري يا فندم اللي تم إنشائها في محافظة المحيرة، محطة الخيري والدشودي وشرشرة وتروجي وطابية العبد. بعد الصور للمحطات دي، افتتاح محطة طابية العبد برشيد، محطة طلمبات صرف الدشودي، محطة العقير بترعة جزيرة الجامع للعمل بالطاقة الشمسية، ترعة حبيب مركز كفر الدوار وبدأ منظرها قبل وبعد التبطين، ترعة قرقول بكفر الدوار المنظر العام باين، ترعة الظاهري الظاهري الشرقي بتيل البارود. دي أعمال التطهير اللي بتتم لبعض الترع في محافظة البحيرة، ده المنظر بعد التطهير. مشروعات في قطاع الكهرباء، تم إنشاء 441 مشروع بتكلفة 11.1 مليار جنيه. تنقسم المشروعات إلى مشروعات تم الانتهاء منها، تم الانتهاء من 285 مشروع بتكلفة 10.7 مليار بنسبة 65%، مشروعات جاري العمل بها 156 بتكلفة 365 مليون بنسبة 35%. دي بعض الصور للقطاعات اللي تم إنشائها، محطة كهرباء حوش عيسى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه تخدم المنطقة الصناعية الجديدة في حوش عيسى، سيادتك تشرفت بزيارة سيادتك. لوحة توزيع السنهرة بمركز كفر الدوار، افتتاح لوحة توزيع كهرباء غرب كفر الدوار، لوحة شرق الدلنجات بمركز الدلنجات، لوحة توزيع أبو حمص بمركز أبو حمص، لوحة توزيع محمود خليفة بدمنهور، لوحة توزيع الإنشاء والتعمير بدمنهور على مساحة 400 متر، لوحة توزيع محمود الذهبي بكفر الدوار على مساحة 700 متر. بحب أنوه يا فندم اللي أنا بذكره ده بعض المشروعات مش كل المشروعات. مشروعات قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة، تم إنشاء 336 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، تم استلام 245 مدرسة بتكلفة 1.6 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 73%، جاري العمل ب 91 مدرسة بتكلفة 600 مليون بنسبة تنفيذ 27%. دي صور لبعض القطاعات، افتتاح مبنى الإدارة التعليمية بوادي النطرون، المدرسة الثانوية الزراعية بوادي النطرون، المدرسة الزراعية برضو، مدرسة الإرشاد بالدلنجات، مدرسة أحمد سرور البنا بالمحمودية، مدرسة أحمد سرور البنا بالمحمودية من الداخل، مدرسة الإخلاص بأبو المطامير، مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، ودي بتمثل بتوفر إقامة كاملة وإعاشة للطلبة داخلها خلال الأسبوع، وأهالي الطلبة بتستلمهم آخر الأسبوع، ففيها ستك مطابخ وأكل وشرب وإقامة وإعاشة وكل حاجة. مدرسة الكرمة بدمنهور، مدرسة من الداخل مدرسة الكرمة، توسعات مدرسة منشأة الوكيل بدمنهور. قطاع الإسكان بمحافظة البحيرة، تم إنشاء 7992 وحدة سكنية على 4 مراحل بتكلفة 1 مليار جنيه. موقف المشروعات، تم تسليم 4041 وحدة سكنية بتكلفة تسليم 3951 بتكلفة 613 مليون جنيه. دي صور لبعض الأماكن اللي تم فيها الإنشاءات دي، مساكن عاشور صالح بكفر الدوار تم تسليمها، أرض بركات بكفر دوار، وادي النطرون غرب خط سومت، مناطق العشوائية في محافظة البحيرة، منطقة الكسارة برشيد
تم إنشاء عدد 5 عمارات بواقع 117 وحدة سكنية، 9 محال تجارية بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه. ده منظر المنطقة قبل التطوير، ده الافتتاح وتسليم العقود، ده منظر المنطقة فندم بعد ما انتهت، ده من الداخل. في قطاع الصحة بمحافظة البحيرة تم تنفيذ 79 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه، إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 61 مشروع بتكلفة 2.1 مليار، مشروعات جري العمل بها 18 بتكلفة 1.2 مليار. أهم المشروعات اللي تمت في هذا القطاع: المعهد الطبي القومي بدمنهور وشرف بزيارة سيادتك، مستشفى كوم حمادة المركزي، مستشفى دمنهور العسكري. مستشفى كوم حمادة ده منظرها من الخارج، ده من الداخل. المستشفى العسكري بدمنهور المعهد الطبي القومي وتم تطويره بتكلفة 260 مليون جنيه وشرف بزيارة سيادتك. ده منظر التطوير اللي تم من الداخل في غرف العمليات. مستشفى رشيد وشرفت برضه بزيارة سيادتك، المنظر من الداخل. ده مبنى الاستقبال. وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك. مستشفى دنشال ده منظرها من الخارج والداخل. تم صرف عدد 14 سيارة إسعاف جديدة لصالح المحافظة لخدمة نقط الإسعاف في مشروع حياة كريمة، كلهم مجهزين عناية مركزة فن. مشروعات قطاع التعليم العالي تم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه، تم استلام 5 مشروعات بتكلفة 186 مليون جنيه، جاري العمل بأربعة مشروع بتكلفة 1.4 مليار جنيه، آسف مليار جنيه، منها كلية الهندسة. وسيادتك الجامعة شرفت بزيارة سيادتك وتفقدت سيادتك المباني دي. مستشفى دمنهور التعليمي ده جاري إنشائها الآن في برضه في الصرح الجامعي. تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول لمحافظة البحيرة بتكلفة 455 مليون جنيه، تم تدبير 231 معدة شراء جديد، وعمل 3 مشاريع. تم تدبير المعدات ب 338 مليون جنيه، وعمل 3 مشاريع اللي هي النقط الوسيطة ومدفن بدر بتكلفة 117 مليون جنيه. تصبح إمكانيات المحافظة 890 معدة بتستخدم في مجابهة الأزمات أثناء السيول، وثلاث مصانع تدوير ومدفن، وثلاث مقالب، واثنين محطة تدوير وسيطة. الخارج اليومي للمحافظة من المخلفات 4500 طن. ده منظر العربيات اللي تم تدبيرها، بخلاف طبعا العربيات اللي تم دعم الحماية المدنية بها. وأصبح القطاع ده يا فندم في محافظة البحيرة من القطاعات المميزة، الحمد لله المحافظة بتتميز يعني إنها من أفضل المحافظات في مجابهة الأزمة في موضوع السيول والنظافة العامة. أعمال إنشاء لمحطة تجميع القمامة الوسيطة بدمنهور، ده المنظر. ده مدفن بدر يا فندم أثناء الإعداد والتجهيز، وتم الانتهاء منه استلامه بنسبة 100%. تطوير مدينة رشيد، تم عمل 18 مشروع في مدينة رشيد بتكلفة 393 مليون جنيه،
مشروعات تم الانتهاء منها 11 مشروع بتكلفة 148 مليون جنيه، مشروعات جري العمل بها 7 مشروع بتكلفة 245 مليون جنيه. ده منظر لمجمع المواقف في رشيد، دي سوق الخضار الجديد، ده سوق السمك الجديد، ده التطوير للكورنيش قبل وبعد، برضو هنا مرسى المعدية قبل وبعد، مرسى دهليز الملك قبل وبعد، تطوير كورنيش النيل برضو ده قبل وبعد، ده مبنى مرور رشيد، مبنى ونسبة التنفيذ فيه 95%، سجل المدني وتم تسليمه، نسبة التنفيذ 100%. بعض الأعمال اللي بتتم في بعض المساجد الأثرية في المدينة زي المسجد المحلي، مشروع ميناء الصيد برشيد، ده أحد مشروعات التطوير اللي تمت في رشيد، شرف المشروع بزيارة سيادتك بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه بنسبة تنفيذ الآن 97% يا فندم. المشروع أنشئ على مساحة 48 ألف متر مربع، بيوجد بيه 12 مبنى بيسع 50 مركب في الساعة، طول الرصيف بتاعه 850 متر. ده مجسم المبنى، دي زيارة حضرتك من مراحل الإنشاء، ده المنظر الآن. مدينة رشيد الجديدة، بعرض سيادتك على السيد رئيس الجمهورية صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، وشرفت بزيارة سيادتك، ده المخطط العام للمدينة، ده المثلث الذهبي، دي زيارة وزير الإسكان للمنطقة. تم عمل 25 عمارة ذات طابع خاص كمرحلة أولى في المنطقة، أعمال التكريك لمجرى النيل اللي سيادتك أمرت بيها وشغالة على قدم وساق، الحمد لله البغاز بقى حالته مميزة في مرور ودخول المراكب خروجا ودخولا، يعني بغاز رشيد، وده أعمال التكريك للمجرى المائي. مشروعات بشائر الخير 4 على مساحة 43 فدان برشيد الجديدة، تم إنشاء 33 بلوك بعدد وحدات سكنية 4554 وحدة سكنية في 66 عمارة، ويحتوي المشروع على مسجد ونادي اجتماعي وجراء و66 جراج و594 محل تجاري. سيادتك شرفت المشروع في رشيد الجديدة، ده منظر المشروع الآن بعد ما وصل لنسبة تنفيذ حوالي 97%. مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بتكلفة 80 مليون جنيه، تم افتتاح المسار على مسافة 24 كيلو متر تم رصفهم بتكلفة 48 مليون جنيه، 18 كيلو متر تم إنارتهم بتكلفة 26 مليون جنيه، 16 كيلو متر تم تشجيرهم، لوحات إرشادية اتكلفت 2.2 مليون جنيه تم إنشائها لصالح المشروع، والحمد لله تم افتتاحه من شهرين. شرفنا في الافتتاح بزيارة السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير السياحة، ده منظر الطرق أثناء التجهيز. ده التشجير اللي تم من النخيل اللي تم زراعته داخل المسار، عمل إنارة، ده أحد ميادين اللي موجودة جوه،
دي اللوحات الإرشادية اللي تم عملها لصالح المشروع. ده أحد الاستثمارات اللي تمت لصالح المشروع مول كتوبة. تم عمل جون التراكي لمراكب الصيد بدون شراع بمدينة إيدكو. إجمالي مساحة المينا 80,000 متر مربع، تكلفة إجمالية 35 مليون جنيه. سعة الرصيف 400 مركب، طول الرصيف 390 متر. دي المراكب الصيد الصغيرة يا فندم. المناطق الصناعية بتكلفة ترفيه 1.3 مليار جنيه. تم إنشاء 335 مشروع بمنطقة وادي النطرون و85 مشروع بمنطقة حوش عيسى. دي بعض الشركات اللي سيادتك زرتها لزيارتك للمنطقة. شركة نيو هوب لتصنيع الأعلاف قائم وينتج، وبقى دلوقتي في اكتر من 50 مصنع يا فندم في المنطقه، حوالي منهم 15 اشتغلوا. دي بعض الزيارات للمنطقه. منشآت سيتي لايت لتصنيع الأدوية، شركة فيوتشر لتشكيل المعادن. دي زيارة للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبعض المصانع في المنطقة. المجمع الصناعي النسيجي بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، وبنفس المنطقة الصناعية تم إنشاء هذا المجمع. تكلفة الإنشاء 1.37%، تكلفة الترفيه 14 مليون جنيه على مساحة 15 فدان، بتوفر فرص عمل 9,000 فرصة عمل. تم إنشاء 864 ورشة. المناطق الخدمية تم إنشاء 3 مناطق، مناطق إدارية 4 مناطق، نسبة التنفيذ 99%. ده الشكل العام للمنطقة أثناء التجهيز والانتهاء. المجمع السكني الحرفي التعاوني بفرهاش تم إنشاء المرحلة الأولى بتكلفة 271 مليون جنيه. تكلفة الإنشاء كانت 200 مليون جنيه، تكلفة الترفيه 71 مليون جنيه. وفر 140 وحدة سكنية، 6 مباني خدمية، 110 محال تجارية، 6 مخازن، 73 ورشة، 14 وحدة إدارية. وسيادتك زرت المشروع ده يا فندم اللي هو شقة المواطن جنب الورشة بتاعته. ده المنظر العام للمشروع. دي زيارة سيادتك، ده منظر المشروع بعد الانتهاء يا فندم. دي الورش. المنطقة التجارية اللوجستية وشرفت برضو بزيارة سيادتك. تم استثمارات ب 11 مليار جنيه على 96 فدان مقسمة إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى شركة العروبة على 47 فدان باستثمارات 5 مليار. المنطقة الثانية شركة كازيون على 15.5 فدان باستثمارات 3 مليار. المنطقة الثالثة شركة ام دبليو اس على 26 فدان باستثمارات 3 مليار. ده منظر المنطقة سيادتك، دي زيارة حضرتك. ده المنظر بتاع كازيون. المشروع ده يا فندم واجهنا بيه الأسعار في الفترة السابقة، كان مميز جدا وحقق للمحافظة الثبات في الأسعار، من ضمن المشروعات اللي ساعدتنا. المنظر العام من الداخل.
دي منظر المشروع بتاع شركة العروبة، وعبارة عن مول تجاري. مشروعات قطاع الثقافة، تم عمل 5 مشاريع بتكلفة 149 مليون جنيه. مشروعات تم الانتهاء منها 4 مشروعات بتكلفة 104 مليون جنيه. مشروعات جاري العمل بها 1 مشروع بتكلفة 45 مليون جنيه. ده منظر المراكز الثقافة اللي تم افتتاحها. ده دمنهور سيادة. ده مركز وادي النطرون، كوم الحاصل، مكتبة كفر الدوار. في قطاع الشباب والرياضة تم عمل 193 مشروع بتكلفة 223 مليون جنيه. موقف المشروعات، تم الانتهاء من 118 مشروع بتكلفة 101 مليون جنيه. الاستثمار الرياضي تم على 34 مشروع بتكلفة 59 مليار جنيه. مشروعات جاري العمل بها 41 مشروع بتكلفة 62 مليار جنيه. عدد المستفيدين من الأنشطة 1.5 مليون مستفيد. دي منظر حمامات السباحة. نادي الترفيه بمركز شباب إيتاي. منظر لبعض الملاعب اللي تم إنشائها. مركز شباب دمنهور، ملعب الوفائية، ملعب الهليل، مركز شباب العدل باب المطامير، مركز شباب الإمام مالك بوادي النطرون، ملعب جعيف دي قرية. الموقف التنفيذي لمشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة البحيرة. إجمالي عدد المراكز المستهدفة في محافظة البحيرة 6 مراكز. عدد الوحدات القروية المحلية اللي تم تنفيذ المشروع بها 42 وحدة قروية محلية قرية أم. إجمالي عدد العموديات 237 عمودية. إجمالي عدد القرى والتوابع 3967. إجمالي المساحة المستهدفة سيادتك 50% من مساحة المحافظة. خدمت هذه المشروعات 3.5 مليون نسمة، حوالي 50% من أهالي محافظة البحيرة. تم توفير 895 قطعة أرض لصالح هذه المشروعات. استهدفت المبادرة تحسين حياة 50% من سكان المحافظة. الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، إجمالي عدد الأراضي المطلوب كان توفيرها 895 وتوفرت 100%، كان منها 37% تبرعات وأربع قطع نزع ملكية والباقي كله أملاك دولة. نسبة التوفير 100%. إجمالي مشروعات المحافظة 8868، متوسط نسبة التنفيذ 75%. الموقف العام للمشروعات، مشروعات الشعبة الهندسية ويعرضها السيد العميد أحمد زكي 1498 مشروع. مشروعات الخطط الاستثمارية والهيئات الأخرى، مدارس نفذنا 290 مدرسة، هيئات ومديريات 1142 مشروع بإجمالي 1432. إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها 2459 في هذا القطاع. سكن كريم 9 مشروعات، تأهيل المنازل 5929. إجمالي مشروعات حياة كريمة بالمحافظة 8868. موقف التنفيذ يا فندم، المدارس بنسبة 92%، مياه الشرب 98%، الصرف الصحي 90%، الري 55%، الغاز 20%، وده منتظر طبعاً البنية التحتية تخلص عشان يكمل شغله. الألياف الضوئية 20%، مكاتب البريد 70%، أبراج المحمول 80%، محطات السكة الحديد 77%، نقاط الشرطة 70%، مكتبات الثقافة 100%، طرق الخارجية 20%، ودي برضو لسه عليها أعمال بنية تحتية. مشروعات متنوعة 20%. ده صور لبعض المشروعات. وده طبعا يا فندم بخلاف المشروعات اللي بتنفذها الهيئة الهندسية مع المحافظة، وهيعرضها سيادة العميد أحمد زكي. ده المنظر العام لشكل المشروعات اللي احنا بتنفذ.
دي محطات سكة حديد. شكرا لسيادتك يا فندم. بستأذن سيادتك طبعا ان العميد احمد زكي رئيس الشعبه الهندسيه بالمنطقه الشماليه يعرض المشروعات الهيئه الهندسيه اللي بتتم داخل محافظه البحيره لصالح المشروع، وبستأذن سيادتك باسم محافظه البحيره وبعد حجم العمل الكبير والجهد الكبير للحكومه بمحافظه البحيره ان احنا نهدي سيادتك كتاب الله الكريم ودرع المحافظه. شكر من كل اهالي محافظه البحيره بحمله لسيادتك يا فندم على حجم العمل الكبير اللي بيتم داخل محافظه البحيره. شكرا يا فندم. المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة، كلفت الهيئة الهندسية فندم بتنفيذ مشروعات حياة كريمة في 27 مركز في محافظات مصر المختلفة. خصت منهم محافظة البحيرة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية و194 قرية، وإجمالي عدد مشروعات 1498 بمتوسط نسبة تنفيذ 75.4%. مشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة في 10 قطاعات: مياه الشرب، مية واحد مشروع تم البدء في جميع المشروعات بمتوسط نسبة تنفيذ 84.4%، منقسمين إلى 77 مشروع خطوط مياه بطول 645 كيلومتر بمتوسط نسبة تنفيذ 95%. تم تسليم عدد 69 خط للبدء في أعمال الوصلات المنزلية طبقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. 15 محطة تحلية وتنقية ورافع بنسبة تنفيذ متوسطة 40%. 9 بئر بنسبة تنفيذ 100%. تم الانتهاء من عدد 57 مشروع كاملاً، عدد 48 خط مياه وعدد 9 بئر مياه. دي بعض صور المشروعات في قطاع المياه في مراكز محافظة البحيرة: دمنهور، وادي النطرون، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، وأبو حمص. قطاع التنمية المحلية إجمالي عدد المشروعات 42 مشروع، نسبة التنفيذ الإجمالية 100%، تم نهو جميع المشروعات. دي يا فندم صور لبعض المشروعات التي تم تنفيذها في مراكز محافظة البحيرة: قرية الأبعادية الجديدة في دمنهور، قرية صنهور في دمنهور، قرى أبو بكر وزاوية صقر في أبو المطامير، قرى البرنسيسة والكوم الأخضر في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون، بولين في كفر الدوار، جواد حسني في أبو حمص. قطاع الري عدد مشروعاته 53، منقسم ل 42 كوبري إنشاء جديد و 11 كوبري رفع كفاءة
بنسبة تنفيذ 98.3 وتم الانتهاء من عدد 52 مشروع من ال 53. دي بعض الصور يا فندم للكباري اللي تم تنفيذها. الأبعادية في دمنهور، كوم تقالة في أبو حمص، كوبري الوزارة في أبو حمص، كوبري كوبانية أبو قير في كفر داود، كوبري العسكر في أبو حمص، وكوبري جليلة في أبو حمص. قطاع الشباب والرياضة 168 مشروع منقسمين إلى 100 مشروع إنشاء جديد، 68 مشروع رفع كفاءة بنسبة تنفيذ متوسطة 98.3، وتم نهب 140 مشروع. بعض الصور للمشروعات التي تم نهوها: قرية الشوكة في دمنهور، قرية أحمد شوقي في أبو المطامير، فرهاش في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون، الجوابيس في كفر الدوار، والعشرة في أبو حمص. قطاع الزراعة 42 مشروع منقسم لأربع نماذج: نموذج رقم 1 ونموذج رقم 2، نموذج رقم 1 2 مشروع، نموذج رقم 2 35 مشروع، نموذج رقم 3 2 مشروع، نموذج رقم 4 3 مشروع. تم البدء في جميع المشروعات بمتوسط نسبة تنفيذ 95.4، تم الانتهاء من عدد 35 مشروع وتسليمهم. صور بعض المشروعات في قطاع الزراعة اللي تم نهوها: قرية الأبعادية في دمنهور، قرية زاوية صقر في أبو المطامير، الأبقاعين في حوش عيسى، الحمرة في وادي النطرون، الأمراء في كفر الدوار، جواد حسني في أبو حمص. قطاع التضامن الاجتماعي 23 مشروع منقسمين إلى 14 مشروع إنشاء جديد، 1 وحدة اجتماعية، 11 مركز تنمية أسرة، 2 مركز تأهيل، وعدد 9 رفع كفاءة. تم البدء في جميع المشروعات يا فندم متوسط نسبة تنفيذ 80.9، وتم نهو عدد 12 مشروع. صور بعض المشروعات اللي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في قطاع التضامن الاجتماعي: قرية الأبعادية الجديدة في دمنهور، الحلوجة في أبو المطامير، كوم الفرج في أبو المطامير، الأبقاعين في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون وعزب حوش عيسى، سيدي غازي في كفر الدوار، وكوم القناطر في أبو حمص. في قطاع الصحة 218 مشروع مقسمين إلى 150 مشروع إنشاء جديد، 50 مشروع رفع كفاءة، 18 مشروع تطوير، ومقسمين مرة أخرى إلى 173 وحدة ومركز طب أسرة و45 نقطة إسعاف. تم البدء في جميع المشروعات يا فندم متوسط نسبة التنفيذ 80.1، تم نهو عدد 92 مشروع. صور بعض المشروعات التي تم تنفيذها في مراكز محافظة البحيرة: عزب نقرها في دمنهور، صدناوي في أبو المطامير، الشعراوي في حوش عيسى، الهدى والتقوى في وادي النطرون، مرتانة في كفر الدوار، أبو اسماعيل في أبو حمص. قطاع الصرف الصحي إجمالي عدد المشروعات 696 مشروع منقسمين إلى 202 شبكة انحدار بطول 2070 كيلومتر طولي. تم تسليم منهم يا فندم عدد 120 شبكة لشركة البحيرة للصرف الصحي والمياه الشرب،
للبدء في أعمال الوصلات المنزلية، 23 محطة معالجة، 274 رافع صرف صحي، 197 خط طرد بطول 901 كيلو متر طولي، متوسط نسبة التنفيذ 51.9، وتم الانتهاء من 68 مشروع بنسبة 100%. بعض صور المشروعات اللي بتتم في مراكز محافظة البحيرة: كفر داود اللي حضرتك مشرفها النهاردة يا فندم في وادي النطرون، شبكة انحدار الشهداء في وادي النطرون، أبيس 4 كفر الدوار، بدوي كفر الدوار، محطة رفع، بلقطر الغربية في أبو حمص، كفر حصام أبو حمص، المخايض في مركز دمنهور، المنشية الإبراهيمية في دمنهور، الشيخ متولي الشعراوي في أبو المطامير، آدم في أبو المطامير، علي بن أبي طالب في حوش عيسى، والكوم الأخضر محطة رفع في حوش عيسى. مجال الكهرباء 72 مشروع بينقسم إلى جهد متوسط وجهد منخفض. كابلات وهوائيات جهد متوسط بإجمالي 5352 كيلومتر طولي، 35528 عمود جهد متوسط، 1310 محول. كابلات جهد منخفض 2511 كيلومتر طولي و164 ألف عمود جهد منخفض و13656 كشاف إنارة، متوسط نسبة التنفيذ 33.6، وتم تسليم عدد 3 مشروع في قرى الأسبقية العجلة. وإن شاء الله يا فندم إحنا مخططين إن إحنا بعد انتهاء أعمال البنية التحتية في المياه والصرف الصحي، وبالتزامن مع وصولها لنسبة 70%، إن إحنا نكثف عمالتنا في مشروعات الكهرباء. قرية صنهور في دمنهور، قرى الحمراء في وادي النطرون، مريوط في أبو المطامير، سيدي غازي في كفر الدوار، وكل حضرتك اللي قدام حضرتك دي كلها موزعات جهد تم البدء فيها وتم الوصول فيها لنسب 90% و95%. أبو الشقاف في حوش عيسى، والجرادات في أبو حمص منتهي بنسبة 100%. قطاع الطرق بإجمالي 83 مشروع طرق رئيسية أسفلتية داخل القرية بطول 210 كيلو متر بعروض مختلفة من 6 إلى 10 متر، بمتوسط نسبة تنفيذ 22.4، وطرق رئيسية داخلية تربة مثبتة بطول 550 كيلو متر بعروض من 3 إلى 8 متر. تم بدء 14 مشروع، وهيتم يا فندم بدء باقي المشروعات بالتزامن مع انتهاء ووصول أعمال المرافق المختلفة، مية وصرف صحي والكهرباء والغاز والاتصالات لنسب 30% و40% و50%. ودي سيادتك بعض الصور لأعمال الطرق اللي تم تنفيذها في مركز دمنهور، قرية الأسبقية العجلة الأبعادية الجديدة، صنهور في دمنهور، زاوية صقر في أبو المطامير قرى أسبقية عجلة، عزب دفشو في كفر الدوار، أبو الشقاف في حوش عيسى، الخريجين في وادي النطرون. أطمن سيادتك على قرى الأسبقية العجلة. عندنا يا فندم في محافظة البحيرة 2 قرية أسبقية العجلة تم نهو جميع الأعمال. الأبعادية الجديدة بإجمالي عدد 9 مشروع بنسبة تنفيذ إجمالية 100%. زاوية صقر بإجمالي 4 مشروع بنسبة تنفيذ إجمالية 100%. بعض الصور
اللي اتنفذت يا فندم وخلصت وتم الانتهاء منها، مجمع خدمات المواطنين في الأبعادية الجديدة، صور خارجية وصور داخلية لمجمع خدمات المواطنين، مركز طب أسرة، صور خارجية وأعمال هيكل خرساني وتشطيبات، أعمال تشطيبات داخلية، نقطة إسعاف الأبعادية الجديدة، أعمال تشطيبات خارجية وتشطيبات داخلية ومنتهي بنسبة 100%، جمعية زراعية الأبعادية الجديدة، تشطيبات خارجية وموقع عام، تشطيبات داخلية، وحدة اجتماعية، هيكل خرساني وتشطيبات خارجية، تشطيبات داخلية، مبنى وملعب في مركز شباب الأبعادية الجديدة، تشطيبات خارجية وأعمال تنسيق موقع عام في الملعب وغرفة خلع الملابس، وأعمال تنسيق موقع عام ورفع كفاءة للمركز الاجتماعي، وأعمال تنجيل الملعب القانوني الخماسي، كوبري الأبعادية الجديد، شبكة توزيع الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض في قرية الأبعادية الجديدة، محولات وأكشاك وأعمدة جهد متوسط وأعمدة جهد منخفض وموصلات جهد، طرق أسفلتية في قرية الأبعادية الجديدة بإجمالي طول 1.9 كيلو، مجمع خدمات المواطنين في مركز أبو المطامير محافظة البحيرة خارجي وداخلي يا فندم، وحدة صحية طب أسرة زاوية صقر، تشطيبات خارجية وتشطيبات داخلية، جمعية زراعية زاوية صقر مركز أبو المطامير بنسبة تنفيذ 100% نموذج رقم 2، إحلال وتجديد طرق بطول 1 كيلومتر داخل قرية زاوية صقر بتخدم المنشآت الخدمية اللي هيعدي عليها المواطن، المجمع الخدمات أو الجمعية الزراعية أو الطريق الواصل للوحدة الصحية. مركز وادي النطرون اللي حضرتك مشرفه النهاردة، 4 مجلس قروي، عدد المشروعات 113 مشروع منقسمين إلى 9 قطاعات بنسبة تنفيذ متوسطة 73.6%. قطاع مياه الشرب 19 مشروع، قطاع الصرف الصحي 46 مشروع، قطاع الصحة 21 مشروع، الشباب والرياضة 7 مشروع، الزراعة 3 مشروع، الكهرباء 7 مشروع، الطرق 4 مشروع. الموقف التنفيذي للمشروعات داخل مركز وادي النطرون، تم البدء في جميع المشروعات 113 وتم نهو عدد 55 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 73.6%. في قطاع التنمية المحلية 3 مشروع، تم البدء في 3 مشروع وتم نهو 3 مشروع بنسبة تنفيذ 100%. بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تمت: قرية كفر داوود، قرية الحمرة، قرية بني سلامة. قطاع الزراعة 3 مشروع، تم البدء في 3 مشروع نسبة التنفيذ الإجمالية 100%.
بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تم نهوها: قرية بني سلامة، قرية الحمرة، قرية كفر داود. قطاع الشباب والرياضة عدد 7 مشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 87.3، مقسمين إلى عدد 4 مشروع إنشاء جديد بمتوسط نسبة تنفيذ 77.7، وعدد 3 مشروع رفع كفاءة بمتوسط نسبة تنفيذ 100%. بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تمت: قرية كفر داود، مركز شباب رفع كفاءة، مركز شباب بني سلامة رفع كفاءة، قرية الحمرة مركز شباب رفع كفاءة. في قطاع مياه الشرب 19 مشروع، مقسمين إلى 5 مشروع مد خطوط مية بطول إجمالي 59.8 كيلومتر بنسبة تنفيذ متوسطة 96%، عدد 5 محطة تحلية وتنقية مياه من عدد 9 بئر بنسبة تنفيذ محطات 32%، عدد 9 بئر جوفي بنسبة تنفيذ 100%. متوسط نسبة التنفيذ لقطاع مياه الشرب 81.8، تم الانتهاء من عدد 13 مشروع 4 خط مية و9 بئر مياه. ده خط طرد صلاح العبد يا فندم، وده خط مية بني سلامة، دي محطة تحلية بني سلامة اللي سيادتك بتشتغل على الأبار الجوفية، دي محطة تحلية الحمرة تحت الإنشاء وحفر أبار، وده سيادتك بئر في بني سلامة. قطاع الصرف الصحي بإجمالي عدد مشروعات 46، نسبة التنفيذ المتوسطة 79.2، مقسمين إلى 15 خط شبكات انحدار بطول 156.2 كيلومتر طولي، متوسط نسبة التنفيذ 99%. ويمكن سيادتك جميع الخطوط اللي في وادي النطرون تم تسليمها بنسب فوق 80% و90% لشركة المية، وبتشتغل معانا بالتزامن وصلات منزلية عشان نسرع سيادتك إجراءات العمل في باقي المرافق. محطة معالجة بنسبة تنفيذ متوسطة 30%، 15 رافع بنسبة تنفيذ متوسطة 50%، 15 خط طرد بنسبة تنفيذ متوسطة 85%. تم نهو عدد 21 مشروع 13 شبكة انحدار و8 خط طرد. دي بعض الصور يا فندم اللي بتوضح لحضرتك الأعمال اللي بتتم في قطاع الصرف الصحي: محطة رفع عزير، محطة رفع مدينة الحمراء، قرية الحمراء، خط انحدار كفر داود، خط انحدار صلاح العبد، خط طرد الشهداء، محطة معالجة الإمام مالك. قطاع الصحة 21 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 78.3، مقسمين إلى عدد 7 مشروعات إنشاء جديد و3 مشروعات رفع كفاءة و11 مشروع تطوير. وال21 مشروع هما 9 وحدة صحية و12 نقطة إسعاف. نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 53.4، ونسبة تنفيذ نقاط الإسعاف 97%، بنسبة تنفيذ متوسطة 78%، وإجمالي ما تم الانتهاء منه عدد 11 مشروع. دي بعض صور المشروعات التي تم نهوها بنسبة 100%: قرية الهدى والتقوى، بني سلامة، قرية عبد عظيم زاهر، قرية الحمرة الكيلو 2 على طريق ضبع يا فندم، قرية بني سلامة، السادات، وحدة طب أسرة من الخارج ومن الداخل. قطاع التضامن الاجتماعي عدد 3 مشروع، تم البدء في جميع المشروعات، 3 إنشاء جديد
متوسط نسبة تنفيذ 40%، وإحنا القطاع ده سيادتك إحنا مركزين عليه شوية عشان بدأ معانا متأخر، بس إن شاء الله بإذن الله طبقا لتوجيهات الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية نهو جميع المشروعات الإنشائية 30/9 بإذن الله، هيتبقى فقط مشروعات محطات المعالجة والإلكتروميكانيكال بنهاية 2022 بإذن الله في شهر 12. بعض الصور اللي هتوضح لحضرتك أعمال قطاع التضامن الاجتماعي في قرية الحمراء، مركز تأهيل، مركز تنمية الأسرة والطفولة في كفر داود، مركز تنمية الأسرة والطفولة في بني سلامة. قطاع الكهرباء 7 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 30.1%. بعض الصور اللي هتوضح لحضرتك حجم الأعمال اللي هيتم تنفيذها. احنا بدأنا يا فندم في جميع الموزعات وأواعد المحولات كاملة، وبدأنا سيادتك نرسم الخطوط اللي هنمد فيها الكابلات إن شاء الله بالتزامن مع بدء الأعمال على الأرض. قطاع الطرق عندنا 4 مشروع يا فندم بإجمالي طول 18.5 كيلومتر طرق أسفلتية بعروض من 6 ل 10 متر بنسبة تنفيذ متوسطة 25%، وكل المشروعات دي هتشتغل بالتزامن مع أعمال البنية التحتية. احنا سيادتك بدأنا في بعض الأعمال تكسير الأسفلت سيادتك وتمهيد الطرق، ودي بصراحة فندم ساعدت شبكات الصرف والمية ان هي تشتغل ودخلت الغاز يبدأ يشتغل معانا والاتصالات. مشروعات حياة كريمة يا فندم اللي بتشرف عليها الهيئة الهندسية اللي هتكون على مزار سيادتك النهاردة، على طريق مسار زيارة سيادتك النهاردة بإذن الله في قرية كفر داود. نتحرك من قصر الثقافة بطول 1.2 كيلومتر، هناخد يمين يا فندم بطول 1 كيلومتر، بعدين سيادتك هنتحرك في طريق 750 متر، لما نوصل سيادتك أول نقطة بإذن الله يا فندم سكن حياة كريمة، بعدها يا فندم مجمع خدمات كفر داود، بعدها مجمع الزراعي، بعدها الجمعية الزراعية، بعدها سيادتك في طريق عودة حضرتك إن شاء الله هيظهر مركز الشباب، وبجواره يا فندم مركز تنمية الأسرة والطفولة تحت الإنشاء والعمالة، حجم العمالة اللي فيه. هيتبقى يا فندم في كفر داود تطوير مركز شباب كفر داود ومحطة رفع كفر داود وخط الطرد وشبكة الانحدار باقي المشروعات. الموقف التنفيذي للمشروعات بقرية كفر داود إجمالي عدد المشروعات 10 بنسبة تنفيذ متوسطة 72.8% في قطاع التنمية المحلية مشروع، قطاع الزراعة مشروع، قطاع الشباب والرياضة 2 مشروع، قطاع الصرف الصحي 3 مشروع، والتضامن الاجتماعي مشروع، والكهرباء والطرق 2 مشروع. بعض الصور يا فندم اللي بتوضح لحضرتك المشروعات اللي تم نهوها واللي جاري تنفيذها بقرية كفر داود. ده سيادتك مجمع الحكومي بقرية كفر داود هيشرف بزيارة حضرتك النهاردة إن شاء الله، مجمع الزراعي بكفر داود بنسبة تنفيذ 100%، مركز شباب قرية كفر داود، إنشاء جديد لمركز شباب حي مبارك، ومحطة رفع قرية كفر داود بنسبة تنفيذ اعتيادي 90%، وتم التعاقد على توريد أعمال الإلكتروميكانيكال إن شاء الله هتركب في شهر 10 بإذن الله. مركز تنمية الأسرة والطفولة نسبة تنفيذ 5%، مخطط نهو بإذن الله فندم 30/9/2022. إحلال وتجديد شبكات قرية كفر داود كهرباء،
ودي أعمال الطرق اللي تمت في كفر داوود بنسبة تنفيذ 25% بطول 1.6 وعروض مختلفة 10 متر. الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في مشروع حياة كريمة تحت إشراف الشعبة الهندسية المنطقة الشمالية العسكرية عدد 85 شركة وطنية، عدد 19 مكتب استشاري. أطمن حضرتك يا فندم على مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية، تم التنسيق يا فندم مع المحافظة على جميع قطع الأراضي بعد ما تم درج عدد 2 مركز إيتاي البارود والدلنجات يكونوا في مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية. توفير قطع الأراضي بالتنسيق مع محافظة البحيرة، تم التنسيق برضو يا فندم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إسنادها لمكاتب استشارية لتنفيذ أعمال الدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة. سكن كريم يا فندم اللي بتشرف على تنفيذه إدارة المهندسين العسكريين في سيادتك 9 نقط، وادي النطرون 3 نقطة، كفر داود وبني سلامة والحمرة وجميعهم عدد العمارات فيهم 4، كفر داود زهرة البحرية 6 عمارة، أبيس السادسة 3 عمارة، بركة غطاس في أبو حمص 4 عمارة، زاوية غزال في دمنهور 6 عمارة، الكوم الأخضر في حوش عيسى 3 عمارة، الكردود 6 عمارة، وسيادتك النقط متوضحة المختلفة في 5 مراكز. عدد العمارات اللي هيتم تنفيذها 40 عمارة بإجمالي 320 وحدة سكنية، 320 حظيرة بنسبة تنفيذ متوسطة 60% يا فندم. ده شكل ومساحة الوحدة اللي بيتم تنفيذها بمساحة إجمالية 100 متر مربع، ده فيها استقبال ومطبخ وحمام وثلاثة غرفة نوم. نموذج لمجمع الحظائر 8 حظيرة يا فندم في مبنى واحد، مساحة الحظيرة الواحدة 15 متر مربع. مساحة القطعة يا فندم في وادي النطرون هنا سيادتك اللي هتشرف بزيارتها هتبقى 4200 متر مربع فدان تقريبا، النسبة البنائية فيها 32%، 4 عمارة 200 متر مربع، وحدات سكنية 32 وحدة و32 حظيرة. ده شكل سيادتك العمارات والمنفذة حاليا على الواقع بنسبة تنفيذ 67%. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم سيادتك.